باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد إلى الأبد آمين. في كل مرة بنجتمع بنتكلم عن الحياة المسيحية بيبقى قدامنا هدف، وهو تحقيق مشيئة الله من نحونا. وكيف يمكننا أن نصل إلى أن نحقق هذه المشيئة في أنفسنا، أو بلغة أدق يعني أن نعطي الفرصة لروح الله لكي يحقق مشيئة الله فينا. يبقى جوهر العملية بتاعة الحياة الروحية جوهرها يكمن في التناغم مع الروح القدس، أن تكون إرادتنا متناغمة مع إرادة الروح القدس. هذه العبارة أن تكون إرادتنا متناغمة مع إرادة الروح القدس لها مفتاح عملي وتطبيقي في غاية الوضوح وفي غاية السهولة. هذا المفتاح هو أن الله محبة، وأن الروح القدس هو روح المحبة، وبالتالي فكلما وحينما تكون في المحبة فأنت في الروح القدس، وحينما تتغرب عن المحبة فأنت تفترق عن الروح القدس. وعشان كده وصية الإنجيل اللي هي فعلا بتصب في غاية واحدة وهي المحبة. فوصية الإنجيل لما نعيشها بالتدقيق يعني بالمحبة، لما نعيشها بالمحبة الوصية بالمحبة ستحملنا إلى الدخول في الوحدة مع المسيح. لما كل حاجة أنا هعملها في حياتي هعملها بروح المحبة، لما هبقى في كل موقف من روح المحبة هتكون النتيجة انه مدام انا من روح المحبة من الروح القدس فالروح القدس يحملني إلى المسيح، يوحدني بالمسيح. تذكروا المثال اللي قلته لكم قبل كده، أنك إذا تركت القارب حرا في عرض النهر فإن النهر سيحملك حتما إلى المصب. فالنهر هو المسيح، وماؤه الروح القدس. ده التشبيه اللي قاله القديس أثناسيوس الرسولي شخصيا. النهر نفسه هو المسيح،
وماؤه هو الروح القدس. وحينما تكون أنت سلسا في المسيح وحرا من القيود في المسيح، فإن الروح القدس يحملك بالمسيح إلى الآب، إلى المصب، إلى الغاية. وهذه هي غاية اللاهوت المسيحي واللاهوت الشرقي للآباء، آباء الكنيسة، لاهوت الاتحاد بالمسيح. هذا هو ما يميز لاهوت الآباء الأرثوذكس، آباء الكنيسة الشرقية، أن منهجهم اللاهوتي هو أن تتحول الحياة المسيحية والعبادة والإيمان إلى رحلة الاتجاه إلى المسيح، الاتحاد بالمسيح. ولما نتحد بالمسيح فنحن نتحد بالله الآب من خلال المسيح، نتحد بالله من خلال المسيح. نتحد بالله يعني نتحد بالحياة، لأنه هو الحياة، هو مصدر الحياة، هو الحياة الأبدية، هو حياة الفرح. فاحنا حينما نتحد بالمحبة فنحن نتحد بحياة الله، وحينما نفترق عن المحبة فنحن نفترق عن حياة الله. المنهج البسيط ده إذا التزمت به في حياتك يستطيع أن يقول لك في كل يوم وفي كل موقف السؤال المسيح سأله لتلميذيه عند السامرة: من أي روح أنتما؟ السؤال اللي تحتاج أن تجيب عليه في كل موقف. هل أنت الآن من الروح القدس أم عكس كده لست من الروح القدس؟ كيف تميز المسائل ولا تختلط عليك الأمور؟ إذا كنت من المحبة فأنت من الروح القدس، إذا كنت من روح الحب فأنت من الروح القدس. إذا كان ما يعتمل في نفسك هو ما هو ضد المحبة فأنت خارج الروح القدس. أيا كان المبررات، أصل هو اللي غلطان، أصل أنا مش غلطان، أصل هو صح، لا هو مش صح، أنا اللي صح. الاحتكاك العقلي ده اللي هيحكم فيه هو في النهاية من أي روح أنت، صح ولا غلط، من أي روح أنت، واللي أنت بتعمله أو الفعل اللي أنت هتعطي نفسك ليه هيجعلك تتحد بالمحبة أم سيجعلك تفترق عن روح المحبة؟ يبقى أول حاجة
هتسأل نفسك في كل موقف، من أي روح أنت؟ أم من روح المحبة أم من عكس روح المحبة؟ وده اللي هيقولك الموقف اللي أنت فيه أو الموقف اللي أنت هتعمله هيوحدك بالمسيح إذا كنت من روح المحبة، أو هيفصلك عن المسيح ويوحدك بإبليس إذا كنت من عكس روح المحبة. الحاجة التانية هي أنك تستطيع أن تصل إلى الاتحاد بالمسيح والكمال المسيحي من خلال إنك تعيش الوصية في حياتك اليومية وبس. يعني إذا كنت في الحياة اليومية بتقابل ناس بتحتك بيك، بتضغط عليك، بتقابل مواقف، بتقابل واحد محتاج قريب منك او بعيد عنك، بتتفاعل مع احتياجه، عندك زوجة وأسرة وفي شركة وحياة بينك وبين زوجتك، صدقني لو انت في هذه الحياة اليومية اخوك او زميلك اللي بيضغط عليك، بيزقك، بيتعبك، لو رديت انت بالمحبة، مش هقول العلاقة طبيعية بيحبك وبتحبه، لا ده انا بقول هو بيزقك بيتعبك، بس انت مسيحي ما تعرفش انك ترد بالروح الخاطئ، انت تعرف ترد بالروح القدس، فلا يغلبنك الشر بل بتغلب الشر بالخير. هو بيزقك فيه بغيرة وبحسد وبكراهية وغيران منك وبتضايق منك. نعم، الروح الخاطئ بيزقه عليك وهو بيزقك، فانت بترد بالمحبة. النتيجة ايا كان رد فعله حلو ولا وحش، انت اول ما انحزت للمحبة، اعطيت نفسك للمحبة، انت اديت نفسك للمسيح وانت اخدت الروح القدس، روح المجد والله يحل عليك. بغض النظر عن هو رد فعله ايه او استجابته ايه للي انت عملته، مجرد ان انت اراديا بينك وبين نفسك وبينك وبين الرب انحزت للروح القدس واعطيت نفسك للمحبة، فانت اعطيت نفسك للمسيح وخدت الروح القدس خلاص. لو هو بقى كمان خد المسيح منك، يعني باخره بركة. لو رفض وعمل رد فعل سلبي، هيبقى انت خدت المسيح وخدت كمان انك اشتركت مع المسيح في الالم من اجل المحبة ظلما، فيجي عليك روح المجد مضاعفا اكثر فاكثر. بمنتهى البساطة، انت اتعلمت الانجيل وبتتصرف بالانجيل بس كده، سيبنا صاحبنا اللي بيزقك في الشغل وروحت البيت
بتتعامل مع زوجتك بالمحبة، بتعطي نفسك وبتعطي محبتك وبتعطي حتى جسدك بالمحبة. انت ما عندكش غير كده، اتعلمت الانجيل انك حينما تعطي نفسك تعطي بالمحبة، حينما تعطي جسدك تعطي بالمحبة، فالنتيجة انك بتعطي نفسك للمسيح وبتاخد المسيح، بتاخد الروح القدس. فاذا بجسدك يمتلئ من روح القداسة ويمتلئ من روح القدس، واذا بيك تلاقي جسدك بتحب المسيح. كيف حدث هذا؟ ما هو السر هنا، انك انت وانت بتدي نفسك لشريكك للاخر انت اديت نفسك للمحبة اصلا. لما اديت نفسك للمحبة اديت نفسك للمسيح وخدت المسيح. لما كملت كانت النتيجة انك انت خدت المسيح وعطيته لشريكك. هي دي بقى حياة الزواج والمحبة المسيحية، انه كلاهما بيمتلئ من المسيح ومن المحبة ومن الروح القدس، وبيدي الروح القدس والامتلاء من المحبة للتاني. اقتسموا المحبة بينكم، فيبقى الكل شبعان بالمحبة والكل شبعان بحضور المسيح. نموذج ثالث بقى، العطاء. عطاء بمعنى ان هساعد من هو محتاج فلوس، او يمكن اختك في الكنيسة عيانة، او ولدت بيبي، او مثلا رحتي انت البيت واشتغلت لها خدامة، نظفت لها ومسحت لها وكنست لها لانها ظروفها ما تسمحش، جه جوزها من بره لقى كان الاكل معمول، كان هي خفت وقامت وعملت، والخدامه اللي عملت كل ده كنت حضرتك اللي رحتي وعملتي كل ده عشان اختك. هذه الخدمه والعطاء بحب. طبعا ظاهر الامر انك عملت شغلانه خدامين شيل وحط وعرقتي واتوسختي بالعرق، ده ظاهر الامر، لكن في كل حركه كانت بتتعمل بحب كنت بتتحدي بالمسيح. تخرجي من هذا التعب وقد امتلأ جسدك ونفسك وكيانك من الروح القدس ومن حضور المسيح. ده الاتحاد بالمسيح بطريقة عملية من خلال معايشة وممارسة الوصية بروح المحبة. ما رأيكم انه الانسان اللي فهم هذا الدرس هو يساوي الانسان اللي اعطى نفسه للعبادة اتراهبا عشان يبقى متكرس للرب بالكامل، وصل من باب المحبة الى النتيجة اللي زميله التاني بيحاول يوصل لها من باب التفرغ وتكريس الذهن والوقت والقلب. هل هذا ممكن؟ ممكن قوي، ممكن قوي. اذا عشت الوصية
بالمحبة هتلاقي نفسك كل يوم بتتحد بالمسيح. طبعا بقى ما دام جبت سيرة الراهب وبيتكرس عشان ذهنه وقلبه، خليني أكمل لك بقى وأقول لك عشان تبقى الصورة كملت. لو أنت بتعيش المحبة في حياتك اليومية، في ممارسة الوصية، في ردود الأفعال اليومية، زائد إنك بتقدم فكرك برضو بالمحبة للمسيح، يبقى دلوقتي الفكر والسلوك الاتنين دلوقتي بقوا بيوجهوا ناحية الوحدة مع المسيح بالروح القدس. طبعا هتدخل الى الوحدة معه في ارادتك وفي جسدك وفي فكرك، كل حاجة فيك هتتحب المسيح. ينطبع بقى حضور المسيح فيك وبصمة حضوره تشاع منك، تشاع من جسدك. يعني ايه وضع اليد؟ ما فلسفة الكنيسة في يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون؟ الفلسفة هنا ان هذا الجسد بتاع اللي بيصلي في قوة الشفاء وقوة الحياة في المسيح، هو بينقله للجسد التاني العيان فالحياة بتتنقل. ادي الفلسفة. فزي ما الجسد ده تعب واحتمل واتألم زي ما امتلأ من حياة الله في المسيح، بقى بيشع بينقل لغيره. نفسه وجد حزان من أجل الرب واحتمل وامتلت من فرح الروح القدس، بقى بيشع بالفرح يسلمه لغيره، وهكذا. جسد بيتعب يبقى الجسد يتقدس بالمحبة، جسد بيبذل يبقى الجسد يتحد بجسد المسيح بمحبة المسيح، نفس بتتألم تتحد بفرح المسيح، ذهن بيكرس ليه يتحد بمعرفة المسيح، وهكذا نتحد به روحا ونفسا وجسدا. من ناحية الروح القدس بيغيرك لصورة المسيح، انت بتتغير، ومن ناحية المسيح نفسه بيحل بيسكن، ومن ناحية بيشع منك على الآخرين فالناس بتشوف المسيح وبقى بتختبره لأنه بيشع منك. دي اختبار رائع وجميل، انه احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. هقول من الاول، اي واحد فيكم يمكن يتمنى انه يسألني السؤال ده، اعمل ايه علشان اوصل لاختبار الرسول بولس احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا؟ تصور ان الاجابة اللي قلتها لك هي الإجابة على السؤال العظيم ده. الإجابة مرة أخرى، عايز توصل لأن المسيح يحيا فيك، اعمل وصية الإنجيل في حياتك اليومية بروح المحبة وانت توصل. بس كده ببساطة كده، بس كده. ايوه بس كده. القصة القديمة اللي مكتوبة في كتاب أستاذ الرهبان بتقول انه زمان كان الرهبان بيتعيشوا من انهم يعملوا من الخوص الأفف والحاجات اللي زي كده،
وينزلوا يبيعوها في السوق. فواحد بيقول لصديقه بيشتكي له ان ابنته عليها شطان، قال له اعمل ايه؟ قال له في يوم السوق الرهبان بييجوا يبيعوا المصنوعات بتاعتهم، انت روح اشتري منه وقول له اه نسيت الفلوس في البيت، فلو بس تعالى معايا لغايه البيت هدي لك الفلوس بتاعتك. لما يجي البيت حطه قدام الامر الواقع ان هو يقول له صلي بقى عشان بنتك العيانه دي، لانك لو قلت له تعالى انا اصلي وبنت وعيانه هيقول لك ده انا خاطي ومش حاجي والكلام من ده. المهم الراجل عمل خطه وراح اشترى حاجات من ذلك الراهب وقال له تعالى معايا البيت اديك الفلوس، وراحوا البيت. دي قصه حقيقيه مكتوبه في كتاب بستان الرهبان على فكره. وبعدين الرجل خبط على باب بيته عشان يفتحوا له ومعاه الراهب والحاجات اللي اشتراها منه. فمين اللي فتح لهم؟ البنت اللي عليها الشيطان. البنت اللي عليها الشيطان، الشيطان شافت الراهب من هنا، فالشيطان طبعا اتجنن. فراحت البنت اللي عليها الشيطان شايله ايدها وبالقلم على خد الراهب. الراهب مش فاهم او ما عندوش خبر ان ده شيطان ولا مش شيطان، بس هو اتعلم انه لما يتضرب على خده اليمين يحول الخد الشمال. فهو بتلقائية طاعة الوصية راح مدير وشه وادى للبنت اللي عليها الشيطان دي المجنونة هذه اداها الخد الشمال بس. فصرخ الشيطان وخرج من هذه الفتاة من قبل ما يصلي لها هذا الراهب او غير ذلك. هكذا تحكي القصة، مجرد طاعة الوصية الشيطان ما قدرش يستحمل، مجرد طاعة الوصية. ساعات احنا نروح نصلي من اجل طرد الشياطين واحنا مش بنطيع الوصية، وطرد الشياطين ما بتخرجش. واحيانا اخرى نطيع الوصية وقبل ما نفتح فمنا بكلمة واحدة يكون الشيطان اتحرق قدام روح القداسة، روح المحبة، الروح القدس. هذا ده اللي بيحرقه، الروح القدس، روح الرب، روح المحبة. لأنك أنت لما بتبقى من الروح روح المحبة أنت بتبقى من الروح القدس، وبيبقى الروح القدس هو الفاعل فيك. هكذا ببساطة حقيقية حينما نعيش وصايا المسيح بالروح القدس فنحن نربح أنفسنا ونربح الآخرين ونربح الاتحاد بالمسيح والامتلاء من الروح القدس. ولما نتقن المهمة كاملة ونشغل فكرنا كمان بروح الصلاة مع طاعة الوصية بروح المحبة، نوصل لملء العطية، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا بهذه البساطة. وهكذا يشاع المسيح منك ويفيد منك للآخرين. كانوا يضعون المرضى في طريق بطرس حتى لو جاء ظله عليهم، ظله، وكانوا يأخذون المناديل من على جسد بولس ويضعونها على المرضى عشان بس ريحة عرقه. الروح القدس صار فيه في حياته وفي عرقه وفي ظله بيشع منه. فهكذا كل من يمتلئ من المسيح
لابد أن يشع منه المسيح ويفيض منه بالحياة على الآخرين فيؤمن العالم. هو الناس ما بتؤمنش ليه؟ لأن ما بتشوفش الحياة وما بتستلمهاش. لكن خلوني أختم بالقصة هذه. لما كنت ساكن في عمارات العبور، طبعا العمارات دي أساسا بتاع الضباط، فنصف المتبقين ضباط طبعا. فكان صديقي من ضباط القوات المسلحة اللي هو على المعاش يعني، هذا الصديق كان يجي يقعد معايا ونتجاذب أطراف الحديث. وكان الرجل يعرف طبعا أنني خادم المسيح، وأقعد أحكي له عن أعمال المسيح وبعدين هو يقول لي تأييدا لكلامك سأحكي لك ما يلي. هو بقى اللي هيحكي لي. قال لي ايه بقى؟ قال لي ان والدته هو لما مرضت في شيخوختها في ايامها الاخيره نقلناها للمستشفى الايطالي، وكانت والدته تقول له ان من الم مرضها لا تستطيع ان تنام ليلتها الا لما بتيجي الست الرهبه هذه وتقرا لها على راسها. فلما بتيجي هذه الراهبه الراهبات اللي هم في بيخدموا في المستشفى الايطالي وتقرا لها على راسها فيستريح جسدها وتستريح نفسها وتنام. هذه قصة حقيقية اللي حكاها لي جاري ضابط القوات المسلحة اللي كان ساكن معايا في إمارات العبور، اللي بتقول إن في حاجات كتيرة العالم محتاج لها، وإن الكنز اللي العالم محتاجه موجود عندك. طبعا اتمنى ان يكون موجود عندك بحق وحقيقي، اتمنى انك تكون اقتنيت كنز الروح القدس ومحافظ عليه وتقدر توزعه على الناس اللي حواليك. يا ترى الست الراهبة دي اما كانت بتصلي على راس والدة جاري هذا كانت بتصلي تقول ايه؟ يمكن كانت بتصلي صلاة بسيطة، أو يمكن كانت بتقول نعظمك يا يوم النور، حاجة بسيطة جدا يعني، مش ما كانش صلاة بالمواهب ولا حاجة، ولكنها كانت خدمة بالمحبة. فحتما لازم تنقل روح المحبة وحياة المسيح للآخرين. بهذه البساطة وبهذه المحبة تستطيعون أن تكونوا أنوار تضيء للآخرين. تستمتع أنت بحضوره بالوحدة معاه وتنقله للآخرين وللعالم، فتعلنه للعالم وآخرين يشوفوا نوره ومجده ويحبوه ويتحدوا بيه. امين. هذا هو اتفاقنا النهارده وعهدنا ودرسنا النهارده، ان نعيش الوصيه، وصيه المسيح بروح المحبه، فنتحد بالمسيح ونمتلئ من حياه الله. له كل المجد.
في كنيسته في جميعكم آمين.